في حلقات سابقة كنا توعدتكم قلت لكم باللي حكيت لكم على الجزائر كي جا النوت على الجزائر الجزائر والجزائر ما عرفان قلت لكم يتبع اليوم لا سويت تاع الجزائر غادي نبقى توجور في ألجي باسكو الجزائر عزيزة عليا كبرت بيا والله يطول العمر كاع مواليها امين بون الاولى اللي قلنا نعرفوا باللي كلمة ألجيري غادي يحكوها اون فرونسي كلمة ألجيري ظهرت لأول مرة او 1686 في المخطوطات الأوروبية ذكرت كلمة ألجيريا اون انجلي وهذه ألجيري يقول لك باللي سا ديريف دو مو ألجي ألجي كانت قدامها ويقول لك باللي ألجي في بعض لي فيرسيون يقول لك ألجي خرج من الجزائر دي فورماسيون دو مو عرب الجزائر لي فرونسي قالوا ألجي يوم ثاني هناك قول اخر باش نفهمكم ألجي كلمة ألجي وتاع أرخيل اون اسبانيول مين جاو غادي نحكي لكم ليستوريك تاع الاسم تاع ألجي بون الاولى اللي تعرفوا باللي ألجي هذه اللي عزيزه علينا سموها المحروسه وي سموها المحروسه وكاين واحد الشاعر يقول لك جلال الحسن تحكيه ديار وتأنس في مغانيها المهار هي المحروسه البيضاء روح من الاسلام فهو لها ديتار هذه من ناحيه المحروسه وألجي نعيطوا لها ثاني البيضاء لو كان تولوا للغنيه تاع دحمه الحراشي ورده مرشوقه يا البيضاء يا بلاد سيدي عبد الرحمن من فارقه تبقى عقله ديما حيران يا الجزائر يا ميره البلدان والله يجعل ربي ألجي تقعد توجور بيضاء بروبليم سي كو ما عرفتش انا ألجي بيضاء بارابور لي بيادي مبانيها ولا لي بيادي قلوب اصحابها ألجي ثاني عيطوا لها البهجه ودحم الحراشي في الغنية تاع بهجة بيضاء يقول بهجة بيضاء ما تحول ورسمك عنده قيمة راني بعت لك مرسول واجبيني يا عاصمة والله يجعل ربي ألجي تكون بهجة لكاع الجزائريين بار لا ميم اوكازيون في ألجي يسمو بزاف الباجي باش نولي لمحمد الباجي يولي بزاف الباجي الباجي هنا في ألجي سي بارابول للبهجه ستادير ولد العاصمه ستادير هو سموه البهجي البهجي الور كو لي فرونسي بلعولها باسكو هما اون فرونسي مي يطبوش الهاش الها والعاش الها ما عندهمش الور كانوا يكتبوا باجي وبقات هذا الاسم تاع باجي وألجي ثاني يعيطوا لها العلجه ويعيطوا لها الغنجه ويقول لك في ورده مشوقه توجور يقول لك يا البيضه يا العلجه يا الزينه يا الغنجه يا بلاد الاسلام شحال فيك رحمه وكيف الغنيه تاع البهجه بيضه يقول لك بوزر يا بن عكنون لبيار عالي علينا صالون بي وبالكور طرف العلجه وليما هذه العلجه باش نفهموا شوالا كلمه العلجه العلجه بكري هذا كان التسمية تاع لي كابتيف كريتيان الأسيرات الأوروبيان مي كانوا يدخلوهم هنا كانوا يعيطوا لهم العلجة بارابور لجمالهن الأوروبي سيتي دي بلون دو زيو بلو وكانوا شابات شابات اي لا بروف كانوا تزيريات هنا الكبارات من يزوجوا ولادهم يقول له ولدي غادي نجيب لك وحدة علجية صادير غادي نجيب لك وحدة قرطاس تاع لوروب ومن بعد ولات بنت ألجي هي بروحها يعيطوا لها العلجية بنت ألجي عيطوا لها ألجية نسبة إلى العلجة اللي هي الجزائر داكور في المذكر كي يسموه جمالها ولي جمالها في المذكر ولد العلجة كي يسموه نقولوا العلجي أنا بور فو ديمونطري كلمة ألجي من جات غادي نقول لكم باللي هذا العلجي سيو باش تكتبوه اون كاركتر لاتان سافادوني ألجي ألجي الله الله دو ألجي هذه عند لي فرونسي غادي نروح عند لي اسبانيول لي فرونسي كي تسقسيهم كي تقول لها انتم علاه تعيطوا لها ألجي الور كو لي اسبانيول يعيطوا لها أرخيل يقول لك باللي لي اسبانيول ما عرفوش كي ينطقوا كي يذكروا ألجي ديفورماو لنا هذه الكلمه تاع ألجي ولات أرخيل يقول لك حنا نكتبوا ألجي الال حدا الا والار مع لافان الور كو لي اسبانيول الار يديروا عند الا والار يديروه مع لافان انا اليوم جو فيفو ديمونطري باللي لي اسبانيول كانوا اقرب للصواب من لي فرونسي سيتادي لي فرونسي هما اللي ديفورماو كلمه ألجي كيفاش يقول لك لي اسبانيول مين جابوا ارخيل يقول لك ارخيل هذه جايه من ايرلونغ كيرميك تاع لي سامبر
وهادو لي سامبل سي ان بيبل جرماني كان عايش في المان وهو في السود تاع الاوروب عايش في لويس تاع الاوروب منها فرنسا الى بلجيك ايتو هما هادو لي سامبل ستادير بلا لونغ كيرميك هما على قالوا ارخال باش تفهموها سهله الجزائر من شرحتها لكم قلت لكم هي عبارة عن مجموعة من الجزر صح. مجموعة ان لونسومبل ديل ليكونوا رابروشي اون فرونسي عيطوا له لارشيبال باللغة العربية لارشيبال نعيطوا له الارخابيل فهذه بالعربية نقولوا الارخابيل اللي نقل كلمة ارخابيل من هاد لو بيبل جرمانيك علاه ديفورماها كتب هو مكتوبة ارخابيل راهي باينة إلى أمي لبي الباء ما ذكرهاش دونك كي تنقرا أرخابيل قلع الباء غتولي أرخيل أرخيل اللي هي أرخيل أوف أون إسبانيول هذه بغيت نحكي للزاير ولا طوال ماركم حاجة اللي باغي نقولها لكم هذه الهضرة اللي هضركم فيها قسما بالله العلي العظيم ما تلقوها في جوجل درتها سبيسيالمون لاشر البلاد Fabuleux, Rachida.